نحن نحيي الوطن وعشان نحن نبنيه محتاجين نعالج كثير من الظواهر السالبة، صحيح. محتاجين نعدل ونخلي منظورنا نحن البصري في المقام الأول جميل وللخارج أجمل، حتى بعد ذاك نبدأ في ترتيب كل الأشياء الداخلية يا سلام. الواقفة بشكل كبير إنها تكون عائق لأنه البلد تتطور. في المساحة دي يا أبو بكر خلينا نحيي كل الثوار اللي كانوا بيترسوا بنفس الطوب اللي برجعوه تاني يا يوم سلام، عشان يقدروا صح. يحافظوا على البيئة ويحافظوا على الشارع العام. عديد من المحاور احنا حنتناقش فيها عن التلوث البيئي والتلوث البصري للإنسان السوداني أو المجتمع السوداني مع ضيفنا الموجود معانا أستاذ آدم أحمد هجو يوسف، هو مختص بجانب التلوث البيئي. سعيدين جدا بك معانا. مرحبا مرحبا بقناة الهلال، ومرحبا بجمهور الهلال وكل الشعب السوداني، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة الطيبة، وإن شاء الله نقدم حاجة تفيد الناس إن شاء إن الله. شاء الله. في الفترة الأخيرة كان في حراك شبابي ما بين لجان المقاومة، اللجان الشعبية، الأسر فيما بعضها والأحياء وكده، لأنه يغيروا الشكل العام للشارع، الشارع السوداني. لقينا إنه في حاجات سالبة بدوا يغيروا فيها، لكن عايزين نلمس شكل الحاجات السالبة وطريقة تغييرها والحاجات اللي تغيرت. في الكنترول مجهزين لنا صور من الشارع العام، حنمشي نشوفها ونجي نكمل في حديثنا. هذا آدم مظهر لشارع سوداني، شارع رئيسي، شارع زلط، فيه محلات تجارية. ده الطبيعي. الما طبيعي في الصورة إنه في كمية من الماشية والبهائم بالتحديد الخراف معروضة في الشارع للبيع والشراء، نعم. وبيظهر الروس بتاعه والعلف اللي بتاكله والبرميل اللي بتسكبيه وشكل الناس اللي قاعدين في العراء. فتعليق لك. طبعا الظاهره دي يمكن تكون من أسوأ الظواهر في كل المدن السودانيه، صحيح، وتحديدا العاصمه. يعني الصور دي اتوقع انها كانت في شارع الوادي تقريبا، ام درمان، ايوه، انا بقريب من المنطقه هناك. يعني الشارع تحول لزرايب بتاعت مواشي، وطبعا الناس ما ضد انه الناس تسترزق وتبيع وتشتري، لكن يقنن في من كل حاجه. مكان، يعني كل سلعه لها مكانها. يعني فتغنينا المزرعه عشان نحافظ على الشكل العام حق البلد. المنطقة اللي قدامها دي مناطق فيها يعني عماير سكنية، وفيها 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 محلات فيها مظاهر سياحية، حضارية يعني، فنادق يمكن او شيء، فيها جانب وفيها ناس. يعني على الاقل المفروض نحن نحافظ على شكل الشكل الرائحة، العام. ايوه نعم نعم الرائحة برضو والرائحة طبعا، مزعجة. ده برضه نوع من التلوث، التلوث وفيها امراض برضه بتعرض الناس لامراض طبعا. والموسم انا شفته كمان، يعني يمكن يعني كمية مواشي جنب مدرسة. يعني انت لما طفل يجي داخل مدرسة ويلاقي مثلا منظر زي كده بيعتبره ده شيء طبيعي، اللي ايوه قدام يعني خلاص بترسخ ذهني في عقله الباطن. في عقله الباطن ذهنيته بعد ده، يعني ده ماشي غير طبيعي. يعني من قدام ما حيحارب الظاهره دي لانه بتوقع انها حاجه ما مألوفه بالنسبه له. اكيد. استاذ ادم من جانب تاني، يعني انت ذكرت نقطه مهمه اللي هي الاثر الصحي. يعني نعم. نحن مفترض من اوائل الناس ان نكون بنخاف على صحتنا لانه ما عندنا المكان اللي بنقدر نتعالج يا فيه سلام. بشكل كافي، يعني نعم. لاسباب كثيره نحن ندركها تماما، لكن ده ما وقتها نخليها. فخلينا نتكلم عن الاسباب البيئيه او الصحيه اللي بيتركها الشوارع اللي ممكن تكون بالمنظر اللي احنا شاهدناه قبل قليل. طبعا انا ما انا مختص في المجال الطبي، ولكن بشكل عام اي حد بيدرك انه المخلفات الحيوانات والاعشاب اللي هي بتقتاد عليها دي كلها بتسبب امراض، حتى يعني رائحتها ما 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 جميله في الشارع. اكيد. نعم. وغير كده معروف الحيوان بينقل امراض للانسان، فنحن عشان نتفادى الظاهره دي يعني في معالجات كثيره المفروض تحصل. ممكن يجي زول يقول لك يا اخي الخراف دي معده للذبح وللاكل، يعني معناها هي من وزاره الصحه مصدق انها ما تنقل امراض، لكن على المدى الطويل ممكن تتوارد الامراض فيما بين اذا جات دخلت حاجه ما بين البهائم دي. فدي المشكله طرحناها، ودي الصوره الممكن المعالجه للنازل عشان ما نقطع رزاقهم. في النهايه دي فئه محتاجه، نعم. وهم ناس بسيطين جدا، يعني حتى قد لا يكون فيهم اغلبيه الناس قد لا تكون متعلمين او مدركين يعني ايوه للمساله للمخاطر. دي. ايوه ايوه ما احنا من البدايه قلنا احنا ما ضد رزاق الناس، ولكن المعالج تقنن المساله في قانون البيئه لعام 2001 تقريبا، عالج مسائل كثيره في الجانب البيئي. يعني المعالجه ان احنا خلاص مثلا عندنا، انا اتكلم على مستوى الخرطوم، عندنا طيب. ثلاثه مدن، درمان، بحر، الخرطوم. طيب. يلا احنا في طرف كل مدينه ممكن نعمل حظاير، نقول دي الحظاير دي حقت الحيوانات المعده للذبح، دار له مثلا كرامه ولا دار اضحيه ودار جنب المسالخ، جنب المسالخ في في الاطراف. قندهار يعني على الاقل بيكون في سوق واحد، وفي نفس الوقت ممكن نستفيد من مخلفات انها تكون اسمده طبيعيه لقدام.
فالمزرعة ما صعبة يعني، ما صعبة، نحن بس مجرد نهيئ مكان محدد خارج المدينة ويكون معروفة كل الناس. هتيجي نقطة ثانية يقول لك يا أخي بتكون بعيدة من الناس، يعني نحن مثلا نقول هو معظم الحيوانات دي بنحتاجها في الأضحية صح؟ يلا كل الناس حي ممكن 10 أنفار اشتركوا مع بعض جيبوا أضحيتهم 10 مع بعض في وسيلة واحدة، في عربية واحدة مثلا. المزرعة يعني ما مكلفة. نحن لو جينا تكلمنا عن مواسم، أنت تتكلم يعني الموسم ده بياخد زمن بعيد لحد انت ما تقرر انك انت تمشي تشتري بالضبط كده. نعم. لكن طالما انه الناس ممكن تحتاج للحاجه ده في 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 وقت طبيعي وفي ايام طبيعيه، مفترض انه تخصص لها اماكن، والاماكن دي تتم متابعتها، يعني زي ما عارفين مثلا سكه حديد في جنوب الخرطوم وفي الحلفايه في الدرمان وغيره. فمفترض انه تكون في متابعه لانه ما يتم اي بيع اي نوع من الماشيه في مناطق خاصه بالسكان او مناطق هي مهيئه للحركه بتاعت المواصلات وغيره. بالضبط. المشكله الاكبر انه حتى في الماشيه والاشياء اللي احنا شاهدناها قبل قليل، في فواكه، في دكاكين، أيوة. في سوبر ماركتات، في مطاعم، في غيره. فهل الحاجه دي بتختلط ممكن تسبب تلوث بصري قبل انه ما تسبب لك يعني تلوث بصري وتلوث هوائي كلها بسببت يعني. يعني ما في شك اي حد بيدرك المزرعه دي يعني وجودها هنا غلط، وجودها في هذه الاماكن غلط، فلازم زي ما قلت لك المعالجه بتتم انك انت تخصص. طيب لو عملوا ميدان كبير داخل الحي مثلا او داخل الشارع الفيو ده يلموه، يكون في تعقيم بصوره مستمره، في يعني اي زول باع بيبيع بهايم خلاف المنطقه دي بيتعرض لمساءله، يشيلوا خرافه دي ينقلوها له داخل الحي ده، هل الحل ده يعني ما منطقي او اللي عنده انعكاسات ثانيه او اسهل؟ والله لا، انا اتوقع انه ما حل منطقي، لانه انت اصلا لازم تبعد الحياه دي من وسط المدن، يعني انت خلاف ليه انت بتحط المصالح خارج المدينه؟ لانه في تلوث بيحصل منها، فبالتالي في الاطراف دائما افضل، بتتجنب اشياء كثيره جدا، يعني بتفاديك المزرعه بتاعت التلوث زي ما قلت البصري، التلوث البيئي، التلوث الهوائي، دي كلها مسائل يعني لازم تعالج معالجه جذريه. الحلول التلفيقيه ما بتنفع، انت لو خدت وسط المدينه يوم ما حصل لك فيها مشكله برضه. فبالتالي احسن الحل يكون من البدايه حل 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 جذري ونهائي يعني. طيب يا استاذ ادم، على من ترمي اللوم يعني؟ وإذا في مساحة بتاع تنفيذ قانون يعني من ناحية قانونية، شنو الحل الممكن يتخذ، ولأي جهة مفترض يكون في مساءلة قانونية؟ الوحدات الإدارية، كل منطقة عندها وحدة إدارية مسؤولة عن الأشياء دي يعني معروف يعني كل محلية. هم شغالين ولا شنو النازل؟ لأنه لسه النازل موجودة، والليلة لو طلعنا من القناة هنا ممكن بعد شوية نلقى لنا 3-4 لا يعني بيتخدم ده شارع الرئيسي في الخرطوم معروض. موجودين لا ما شغالين. طيب من وين ما شغلنا سلة؟ ايوه لانه يمنعوا الناس. لا ما انا ما شايف منع، انت لو طلعت زي ما قلت الشارع اللي جنبنا بتلاقي. ايوه هذا سؤال لك، هل هم ما شغالين يعني؟ ما شايفين دور؟ انا ما شايف انه فينا شغال، انا كتبت في الموضوع ده قبل 3 سنوات مقال في نفس الموضوع، والكار الظاهره زي ما هي ماشيه زايده، هي الظاهره زي ما ممكن ماشيه زايده، بالتالي ما في معالجه حاليا. الجهات المسؤوله عن الظاهره دي معروفه طبعا يعني، لكن وفي قانون موجود زي ما قلت لك، قانون البيئة عام 2001 موجود، وقانون يعني جدا يعني اذا الناس طبقوا حتى القانون ده بيعطيك انت كفرد حق انك ترفع دعوه وتعتبر دعوه حسبه حتى لو ما عندك ضرر مباشر. انت من حقك ترفع دعوه انك انت تضررت بيئيا من الظاهره الموجوده، تعتبر دعوه حسبه يعني حق لاي مواطن يرفع الدعوه دي. أكيد. طيب سدادة، من جانب آخر يعني لو جينا تحدثنا عن الحدائق العامة، هي ممكن تكون من المناظر المفترض تكون جميلة ومستساقة للناس الموجودين في السودان من حيث المواطن السوداني ومن شخص أتى من الخارج يعني. يعني إذا بيجي السودان بيقول لك طيب بالليل حنمشي وين؟ هل في حديقة يعني داير امشي اتونس، داير اعمل يعني لما لاهلي استجم؟ ايوه جو. فالاهمال الموجود يعني للحدائق العامة مسؤولية منه، وليه ما تم التركيز عليها في حين انه هي ممكن تكون استثمار وجانب كبير للترفيه بالنسبه للمواطن السوداني؟ هو شوف الان في مثلا كثير من الناس اللي بيسهروا في الفضائيات بقول لك الحكومه ما مهتمه بمعاش الناس. الحكومه طبعا هل دي حقيقه؟ ما بتهتم اهتمام مباشر بمعاشك انت، لكن بتعمل اشياء بتساعدك انت في انك زي شنو؟ بتساعدك انك انت تحسن معاشك. جميل. الحكومه مسؤوله انك تعمل لك بنيه تحتيه، تعمل لك جذب استثماري من الخارج، تهيئ لك البنيه التحتيه حقت البلد بشكل عام، عشان انت بعد ذاك بتقدر تمارس نشاطك وبتقدر توفر معاشك بذاتك. لكن الان يعني في ظل الانهيار اللي احنا عايشينه الان، لا حكومه شغاله ولا شعب شغال. بجد والله هو الشعب ما مسؤول انه يعمل زلط،
ما مسؤول انه يعمل صرف صحي. دي كلها دور الحكومه. وبعد ده كله ضرائب ماشيه بشلام من المواطن بيشيل منه جبايات بنفايات بكل يوم او كل اسبوع. مظبوط. بيقول لك الباب دايرين حق النفايات. طيب والنفايات متراكمه على امتداد الارصفه. طيب ما دي ظاهره بنشارك فيها نحن. بنشارك فيها نحن. طيب انا اوديها وين؟ انا كمواطن اوديها وين؟ طيب بتاع البهايم اللي بنتكلم عنه قبل شويه ده. ده ما مكان اصلا. طيب عارف انه مكان ده مكان صحيح. جبال انا افترض جبال قلت في عقوبات. شكل العقوبات شنو؟ قبل ما نجي ثاني للنفايات. في عقوبات ماليه وفي عقوبات سلبه الحريه سجن. موجوده سجن. طيب دي عقوبات صارمه. طيب معلش كمل لك ثاني. انتم كمان كاعلام القانون برضه بنزعل انكم انتم يجب توعيه في ماده في القانون. نحن في توعيه الموج الازرق يعني بالضرر البيئي من اي ظاهره بيئيه كاعلام. فما ما ما انتوا مركزين على الجانب. بالعكس نحن يعني لو انت كنت متابع وحريص على متابعه قناه الهلال بالذات في الموج الازرق في كل اسبوع نحن بنكون طارحين اكثر من 3-4 مواضيع معنيه بمعاش الناس في الاساس ومعنيه بالبيئه والحضاره والثقافه بنديها جانب بخلاف انه في يوم ثابت للرياضه. اضف الى ذلك انه حاليا المواطن المسكين ده هل هو مجبر انه يشيل نفاياته؟ يعني لا في حاويات جنب المنزل، لا في حاويات في الشارع، بيضطر انه يحرقها قدام الخور، يحرقها في الشارع، والحاويات اللي كانت موجوده دي يا قفلوا بها الشارع يا فجاه كده شالوها وما عارف انه داوين. بعد شويه هي ذات الموضوع بقى عباره عن 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 شكل مؤذي للبصر وللبصر وللبشر تماما. فانا كمواطن اودي الوسخه دي وين؟ طيب احرقها الوس الاوزون ولا؟ طيب انا متاكد وشفت بعيني في اماكن فيها حاويات موجوده والناس بترمي الله يكرمك الزباله خارج الحوض. ده برضه سلوك يعني سلوك نحن كمواطنين. طيب انا وجهه نظري يا استاذ صادق معلش نقطه ثانيه عشان انا عايز اركز عليها عشان لا بعدين يقولوا انا بدافع عن الحكومه. انا لما قلت الحكومه مسؤوله عن معاش الناس ما بقصد انها خلاها تهيئ البيئه. بالضبط كده تهيئ البيئه. لكن الان ما في تهيئ بيئه، لا في بيئه جاذبه للمستثمر ولا في بيئه بتخلينا نقدر ابدع في مجالنا فيه. صحيح. يعني في شيء كده ما مفهوم، ما بعرف الحصر فين بالضبط. طيب برضه ما جبت على سؤالي. نعم. المواطن يوديها وين؟ نعم المواطن يودي وسخته وين؟ النفايات بتاعته يوديها وين؟ اذا كان ما في حاويات، ما في براميل، احرقها في الشارع اوديها وين؟ بما انك متابع بشكل كبير يعني على التلوث البيئي. طيب يعني نحن الان في وضع اننا افترض ننظم نفسنا كمواطنين. انا بعتقد انه ممكن كلنا شارع مولون حاوي ان شاء الله حتى بدائيه يلموا فيها. لكن ترمي الزباله الله يكرمك فيها مكان ده سلوك ما مظبوط. اكيد ما مظبوط. يعني الحاويه دي ما هي عباره عن شو؟ برميل ان شاء الله. البراميل العاديه بتاعت المويه دي نرمي فيها ونحرقها داخل البرميل. افضل من براميل حديديه. نعم افضل من تكون مرميه. هو نحن عايزين نقول انه يا دعاء ده مبرر لانه المواطن ما لقى حاوي يقوم يرميها ويحرقها. نعم ما هو برر. لكن برضه نحن عايزين نضغط على انه الجهه المسؤوله الاداريه النفايات بدل انت كل يوم تجي تشيل القروش النفايات وهسه دارين يدمجوها مع الكهرباء ومع مع المويه. بدل تجي كده وفر لي تعال كل اسبوع شيل وانا بديك حقي وانا مرتاح ومطمن. وزياده فعليا. ايوه وزياده كمان. نعم. لانه حكون شلت مني اذى. صح. نعم. نعم. لكن لو جينا للشارع النص يا دعاء لو انت ساكنين بدرمان على امتداد الشارع الناس المحلات التجاريه هم نفاياتهم مضاعفه لانه هي يعني مكسب تجاري. نعم. بيشولها بخطها في الرصيف. تقعد بالاسابيع بتجي في الشارع بعد شويه فجاه بتلقى الناس دي اشتغلت ثاني بيرجعوا حليمه لي قديمه. نعم نعم. انا بس برضه مشيت غربي مدرمان كده في احد الاسواق بدون ذكر اسماء. لا انا نذكر عشان الناس برضه طبعا يعني ممكن باي حال محل يكون سوق اصلا يعني اصلا ممكن يكون ده سوق. سوق ليبي ولا مدرمان؟ أيوة طيب. أيوة سوق ليبي. نعم يعني عباره عن يعني بتشوف الزباله اكثر من تشوف اي حاجه ثانيه. والله جد اكثر من تشوف اي حاجه ثانيه. تلوث بصري من ناحيه اخرى. نعم. تماما. طيب من جانب اخر يعني انا دائما بقول احنا عشان نقدر ننهض بالبلد دي وعشان نقدر نساعد نحن يعني منقسمين لكفين، الكف اللي هو المسؤول على الدوله من حكومه وغيرها والكف الثاني اللي هو المواطن السوداني. نعم. فنحن ما حنقدر نخوض راسنا على حيطه مارت لسنين طويله وما نشتغل، في النهايه ما دي بلدنا نحن. نعم مزبوط. فهل في مجموعه من الشباب على حسب اتفاق ما بينك وما بينهم من شباب الحي من شباب المنطقه الموجوده فيها تلوث بيئي بشكل كبير حاولوا انه ينظفوا الشوارع، يخصصوا مكان معين لرمي الاوساخ، يساعدوا باي وسيله كانت لانه يخلوا المنطقه جميله؟ انا شفتها مجموعه من الشباب والله كانوا منظفوا، لكن طبعا الاول حاجه الامكانيات محدوده جدا حتى معداتهم اللي بيستخدموها بيجيبوها من البيوت بدائيه بيجيبوها من البيت. نعم بيجيبوها من البيت معهم. أيوة. طيب وبيشتغلوا في ظروف جدا قاسيه يمكن يكون يعني كله شغل بعون الزاد، حتى المويه اللي بيشربوها بيشتروها من 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 ممارهم الخاص. والله صحيح. لكن تعتبر في النهايه جهود مغدره وعلى قلتها طبعا، لكن كبدايه انا بفتكر انه في وعي. ده كله والخريف ما جاء. الخريف لسه ما يعني لما يجي الحته بتبقى عباره عن طين وخبوب وريحه كعبه جدا. نعم.
ولكن جهود الدولة دي هي المطلوبة، جهود الدولة هي المطلوبة في المجال البيئي بالذات. يعني لازم يكون في جهة، يعني صوت اللوم اللي حنطلعه الليل من الحلقة للمحليات والوحدات الإدارية، وقبل لا المجلس الأعلى للبيئة، في المجلس الأعلى للبيئة، هو يعني أنا ما أعرف هو تشكل ولا، لكن في القانون موجود. إذا تشكل موجود في حتى طائف شارع السلام. نعم موجود في طائف شارع السلام. أيوة، لكن ما ما ما, ما شايف له وجود غير بس لافتة، غير لافتة مكتوب موجودة بس عاليا، لكن أساسا ما في عمل يعني ملموس. هي المؤسسات عديدة يعني، لكن من يقوم بالدور هم يتعدوا بالأصابع. أستاذ آدم، إحنا عايزين نعرف عن طريقك الحلول الممكنة من كل الأقسام اللي أنا ذكرتها، سواء كان من المناطق بمختلف مسمياتها، سواء كان من المواطن السوداني، سواء كان من البيت السوداني اللي هو بيطلع الأوساخة وهو عامل تاجر ماشي أو غيره. أدينا رسالة توجهها لهم بما أنك أنت مختص بصورة كبيرة في التلوث. طيب نحن يا جماعة أي نماء وأي تطور وأي بناء بيبدأ من الذات، من البيت. أيوه. بيبدأ من البيت. يلا زي ما أنت بتحب دائما بيتك يكون نظيف، يا سلام، أحرص أنه الشارع برضه يكون نظيف. أكيد. لأنه السودان ده ما البيت الكبير. صح. طيب أنت ما يعني ما بيكون منتهى الأنانية لما تشيل الوساخة حق بيتك وترمى برا الشارع، بتأذي الشارع، الناس الماشيين، بتأذي جيرانك. فالمسألة دي الناس بتخلي بالها جدا من ما ننسى برضو الحكمة اللي بتقول النظافة من الإيمان. نعم 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 نعم، قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم. نحن شاكرين لك جدا يا أستاذ آدم، سعيدين جدا بوجودك معنا، نتمنى أنك تكون معنا في حلقة قادمة نقدر نتكلم ونسهر يعني صور جميلة جدا لمناطق مختلفة. سعيد جدا والله، أكون سعيد. ويكون في أماكن مخصصة لكل التجار يعني. نعم، أكون سعيد جدا إن شاء الله نلتقي فيما بعد. استمتعنا جدا بالفقرة التوعوية دي مع الأستاذ آدم، وده المطلوب انه نحن كلنا مع بعض تتكاتف جهودنا وتتظافر عشان نكون نظيفين في روحنا. وصوت اللوم اللي بنوجهه الليله لكل المحليات وكل الوحدات الاداريه وناس النفايات والناس المسؤوله، هي مسؤوله فقط عن انها تاخذ الرسوم والجبايات وحريصه جدا على تشيل الجبايات. فنحن حنطلع فاصل ونرجع نكمل نشوف فقرات الثانيه، كونوا متابعين.